ماذا عن تركيا؟ هذه الدولة التي عضو في حلف الناتو، قواعد أمريكية أو قواعد الناتو في الضخمة جدا داخل تركيا، وهذه العلاقات الاقتصادية وخلافه، وهي بتدعم أو بتمثل دولة الممر للإرهابيين إلى العراق وسوريا، وأيضا بتحتضن الآن محطات فضائية وأصوات لا تدعم فقط تيار الإسلام السياسي، وإنما بتحرض على العنف والقتل بشكل موثق وموجود داخل الأراضي التركية. تركيا مشكلة أكثر تعقيدا الولايات المتحدة. تركيا لا تتصرف كدولة صديقة، وهي تدعم الإخوان المسلمين، دائما ما تدعم القضايا الخاطئة، وخاصة في علاقتها بمصر، خاصة بعد أن قال الشعب كلمته في 30 يونيو. أعتقد أخذنا نرى الكونغرس في السنوات الأخيرة بدأ يدرك أن تركيا ليست كدولة حليفة، وهذا ما دفع الكونغرس إلى رفض تسليم مقاتلات اف 35 لتركيا. تركيا تحاول أن تلعب على الحبلين، تلعب مع روسيا ومع الولايات المتحدة. قطر أيضا تحاول أن تلعب مع إيران وتلعب مع بلدان الشرق الأوسط. معظم الأمريكيين لا يتقبلون ذلك، ومعظم الأمريكيون ليسوا على علم كامل بهذه اللعب أو هذه الألعاب التي تمارسها تركيا وقطر. لا يمكن أن تحصل على صواريخ S-400 روسية جنبا إلى جنب مع طائرات 35 المتقدمة، هذا مستحيل. وهذا بالتالي لا يعني أن تركيا معنية بالمقام الأول بالمصالح الأمريكية. ولو نظرت إلى التاريخ ستجد أن أردوغان دائما ما يتطرف أو يغالي في سياساته الخارجية. الولايات المتحدة تريد أن ترى تغييرا في سياسة تركيا، ومن الصعب أن نعتبرها حليفا حاليا.